دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه، معانا على التليفون. يا دكتور محمود الحقنا. الجو غريب جدا يعني. طبعا صباح الخير في البدايه، بس صحينا كده نزلنا من بيوتنا لقينا تراب غريب جدا. احنا كنا متوقعين ارتفاع في درجات الحراره، قلنا ما فيش مشكله، وقالوا 31 درجه والحاجات اللي زي كده، قلنا تمام، بس الجو تراب بشكل وحش جدا. يعني لسه انا وكريم كنا بنتكلم كمان الناس اللي عندها حساسيه وجيوب انفيه وغيره، ويمكن دي أسوأ فتره ليهم. خلينا نعرف من حضرتك، اتفضل. هو بالفعل طبعا دي أسوأ فتره لاصحاب الامراض الصدريه واصحاب الامراض التنفسيه والحساسيه وكبار السن والاطفال الصغيرين. طبعا الفتره دي فتره التقلبات الجويه، وداخلين على فصل الربيع والمنخفضات الخمسينيه اللي بتنشا في الصحراء الشرقيه الليبيه والصحراء الغربيه المصريه. كل هذه المناطق بتكون فيها انخفاضات ومنخفضات جويه بتعمل على ارتفاعات في درجات الحراره ورياح جنوبيه غربيه مثيره للرمال والاتربه بالفعل. وطبعا احنا حذرنا من هذه المنخفضات في البدايه من ثاني يوم، وقلنا ان النهارده الحد هيشهد اثاره للرمال والاتربه ونشاط رياح مثيره للرمال والاتربه وارتفاعات في درجات الحراره. بالفعل منذ الساعات الاولى من اليوم وبدات تنخفض الرؤيه الافقيه وتنشط الرياح واثاره الرمال والاتربه بالفعل بتتسبب في العديد من المشاكل التنفسيه. لكن احنا بنحاول نطمن الساده المواطنين ان خلال الساعات القادمه هتبدا تدريجيا الرؤيه تتحسن، والاتربه اللي موجوده في الجو هتبدا تهبط على سطح الارض نتيجه تغير الرياح تدريجيا بعد فتره الظهيره، وهتبدا تتحسن بشكل كبير. طبعا درجة الحرارة النهاردة تصل بالفعل إلى 29 درجة مئوية على القاهرة، لكن زي ما قلت لحضراتكم على دخول الليل إن شاء الله الأجواء تتحسن تماما. هل متوقع يعني المزيد من الارتفاعات في درجات الحرارة الأيام اللي جاية إن شاء الله، بعيدا عن موضوع الرياح المحملة بالرمال والأتربة، ولا وارد برضو إن الدنيا ترجع يعني إيه تنخفض شوية فيها درجات الحرارة؟ وبكرة طبعا هيبقى في تغير في الكتل الهوائية، وهيبقى في انخفاض في درجة الحرارة 4-5 درجات عن النهاردة. فوارد بقى الفترة اللي جاية دي نشهد ارتفاعات في بعض الأيام وانخفاضات. ما بين الارتفاعات والانخفاضات دي بنشوف فرص سقوط أمطار نتيجة تغير الكتل الهوائية، أمطار خفيفة تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية نتيجة تغير الكتل الهوائية. لكن مهم جدا نتابع الرصفة الجوية بشكل يومي عشان نحدد نوعية الملابس. صعب ناخد قرار ان احنا نخفف الملابس ونلبس ملابس صيفيه بشكل واضح، بنقول خلاص الشتاء خلص وبدا الربيع هنلبس الملابس الصيفيه، لا لسه بدري. نتابع درجات الحراره ونحدد نوعيه الملابس. مش معنى ان النهارده 29 درجه ان احنا نلبس ملابس صيفيه، لا نخفف تدريجيا. لكن مع عوده الانخفاضات في درجات الحراره بنرجع للملابس الشتويه بتاعتنا، بنلاقي فرق كبير بين العظمى والصغرى في الايام اللي جايه، هيزيد عن 10 درجات مئويه فترات الليل والصبح بدري واحنا خارجين، الطقس ما زال من بارد الى شديد البرد. طب انا عندي سؤال اخير، امتى هيرجع يعني الفتره دي هتبقى كام يوم اللي هي فيها ارتفاع تقريبا؟ هي لا الارتفاع هو بالنسبه للمنخفض الجوي اللي موجود دلوقتي هو الارتفاع النهارده بس. النهارده بس. درجه الحراره تنخفض بكره، يعود منخفض اخر يوم الثلاث الصحراء الغربيه هيعمل على رفع درجه الحراره مره اخرى ونشاط رياح برضه. فالفتره دي يعني هي فترة تقلبات، هي فترة بسطرة للمواطنين مش كده برضو؟ هي فترة تقلبات دايما، نهايات الشتاء وبدايات الربيع. مش عايزين نقول الربيع دخل بدري كابس علينا شوية كده، والمنخفضات الخمسينية بدأت تظهر، والمنخفضات الحرارية اللي بتتكون في الصحراء الغربية بدأت تظهر بدري شوية. لكن وارد يحدث انخفاضات مرة أخرى، توزيعات الضغط بتاعت الشتاء تعود مرة أخرى، فوارد لسه انخفاضات درجة الحرارة، لكن مش بالشكل المبالغ فيه اللي كنا بنشوفه في شهر يناير طبعا. رائع جدا، رائع، بنشكرك جدا دكتور محمود على هذه المداخلة. طيب يعني هنتبسطر سمعتي الكلام؟ هو ليه ترتفع وتنخفض وترتفع وتنخفض؟ السنة كلها مش شتاء وفي النص في أمطار. ليه كلها مش شتاء السنة كده؟ والله العظيم ده تبقى أحلى حاجة. ده حال الدنيا. لا فعلا. خلي بالك كل الفصول لو معتدلة
بيمشي الحال حتى الشتاء وحتى حر الصيف لو معتدل مقبول أنا بيبقى مقدور عليه. انا بستغرب الناس اللي بتحب الشتاء وتحب الحر يقولوا لي والله عندي ناس اصدقاء ليا يقول لي لا 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 احسن الصيف. طب ليه احسن الصيف؟ ده الجو بيبقى لا يطاق باشياء اكسجين، مجرد تنزل من عربيتك تجيب حاجه ولا تتحرك من بيتك تعدي الشارع تجيب حاجه يعني بتموت. اما بالك بقى الناس بتشتغل في درجه حراره زي كده ومضطرين ان هم يشتغلوا في الشارع والشمس والرطوبه والتراب، يعني مش عارفه. يعني محب الصيف غالبا بيحبوا الصيف عشان في انطلاق اكتر وفي عشان فرصه السفر. شواطئ وسفر ورحلات يعني وكدا. انما بقيه السنه او بقيه الفصل احنا بنبقى يعني خلاص مش مشكله. يلا حصل خير حصل خير. حاسه ان انا كرهت الناس.